أستاذ شرقاوي الروداني، أنتم أستاذ متخصص في الشأن الإفريقي، أستاذ جامعي، بخصوص انقلاب الذي وقع في الغابون، هل كان متوقعا؟ هل كان متوقعا؟ هو سؤال مهم جدا، ولكن دعني أقول بأن كان يوحي بأن هناك شيء سيقع داخل دولة الغابون لاعتبارات عديدة. هناك سياق إقليمي، لأن ما يقع في دول ساحل إفريقيا وجنوب الصحراء ودول غرب إفريقيا هو كان له دور كبير في تحريك مجموعة من المياه الراكدة داخل دولة الغابون. زيادة على ذلك بأن هذا التغيير الغير الدستوري جاء في سياقات متعددة. أولا السياق الأول وهو أن هناك تحولات على مستوى العملية الديمقراطية داخل دولة الغابون من خلال تواجد معارضة قوية شرسة لاحظناها سنة 2016 مع جان بينغ أحد المعارضين آنذاك للرئيس علي بونغو، والتي أدت في انتخابات سنة 2016 إلى اندلاع عام أعمال شغب كبيرة أدت إلى إحراق البرلمان، يعني المؤسسة الوطنية الجمعية الوطنية لدولة الغابون. ثم بعد ذلك كانت هناك تغيرات على مستوى رؤية مجموعة من المسائل المرتبطة بالغابون. الإشارة الغابون هي دولة غنية، هي من بين الدول المصدرة للبترول، هي دولة يعني 2.5 مليون ديال السكان، رابع دولة مصدرة للبترول على مستوى القارة الإفريقية، تنتمي إلى مجموعة الأوبيب. ثم كذلك دولة لها من الإمكانيات خاصة المعادن النفيسة المنغنيز الذي يصدر إلى فرنسا عن طريق شركة إيراميت. هناك تواجد لمجموعة من الشركات الأمريكية والصينية لها مزايا جيوستراتيجية على المستوى المحيط الأطلسي وبالقرب من دول خارج غينيا، وبالتالي هناك كذلك تنافس قوي للقوى الكبرى على هذه الدولة ذات الموقع الاستراتيجي الكبير. ولكن في نفس الوقت هناك فقر مدقع لداخل دولة الغابون، وبعدم وجود حلول وعدم وجود قيادة برغماتية تؤسس لاستراتيجية لتنمية شاملة خلق نوع من التوتر على مستوى هذا البلد. وهو كذلك زيادة على ذلك بأن التدبير السياسي للمسألة الدستورية كان فيه تغيرات وتعديلات مؤخرا، كانت ثلاث تعديلات في ظرف ثلاث سنوات من يعني العهدة الرئاسية ولمجلس الشيوخ والبرلمانيين والمنتخبين المحليين، كانت 7 سنوات مرت إلى 5 سنوات. ثم كذلك تعديل الدستور في إطار كذلك أن المرور إلى يعني انتخابات رئاسية بجولة واحدة، رأت في هذا كل هذا المعارضة تضييق بالنسبة إليها. دون أن ننسى اليوم بأن ما نعيشه كذلك في العالم أصبح اليوم قارة صغيرة، المعلومة أصبحت تتناقل بشكل سريع، وبالتالي هذا التوتر خلق يعني نوع من الاحتجاج وحالة لا يقين داخل مؤسسات دولة الغابون. ماذا عن الجهة التي قامت بهذا الانقلاب، خاصة أن قائد هذا الانقلاب هو كان أحد الجنرالات الحرس الجمهوري اليد اليمنى للرئيس المطاح به؟ ألبير أوريغي نجيما هو جنرال يعني قائد الحرس، ما يسمى بالحرس الجمهوري التابع للرئاسة. هو درس في المدرسة العسكرية بالمغرب بمدينة مكناس، تخرج ضابط، كان من بين المتفوقين، وهذا دخل في إطار يعني العلاقات الاستراتيجية المغربية الغابونية فيما يخص التدريب العسكري وكذلك التكوين العسكري، يعني الذي على أعلى مستوى يتلقاه مجموعة من الضباط يعني الساميين داخل القارة الإفريقية ولمجموعة من الدول من بينها الغابون. بعد ذلك ألبير تم إلحاقه بالمؤسسة الدبلوماسية في سفارة الغابون بالرباط، شغل مجموعة من المناصب المهمة، بعد ذلك كان هناك في السنغال، وبعد ذلك كان في برتبة كولونيل بالمملكة العربية السعودية. تم يعني المناداة عليه لشغل منصب يعني مديرية الاستخبارات الخارجية داخل الغابون، وترقى إلى كولونيل ماجور. من بعد ذلك يعني بحكم مجموعة من الإصلاحات التي قام بها داخل مؤسسة يعني الاستخبارات، ترقى إلى جنرال في مؤسسة يعني الحرس الرئاسي.
هو رجل ذكي، هو يعني للإشارة هو من عائلة بونغو، ليس ببعيد عن العائلة، لأنه هو ابن عمه من بعيد لعلي بونغو، وبالتالي هم عائلة واحدة، وبالتالي هذا كانت ثقة علي بونغو في هذا الرجل لكي يضبط مجموعة من الأمور، خاصة بعد الانقلاب، محاولة الانقلاب التي عرفت دولة الغابون سنة 2018. وبالتالي قام بعدة إصلاحات، كانت هناك 30 شخص ما يسمى، خلق ما يسمى بلافور سبيسيال دانترفونسيون التي لم تكن في دولة الغابون، حوالي 300 شخص، من بين 300 شخص من بينهم هناك 100 شخص تدربوا على أعلى مستوى في يعني في يعني على على يعني دحض أو تحييد أي خطر يهدد القصر الرئاسي أو يهدد دولة الغابون. ما الذي يجعل شخصية مقربة جدا من الرئيس تقوم بانقلاب في هذه الظرفية؟ هل لإحساس المؤسسة العسكرية بأن الوضع لم يعد يحتمل وأن هناك غليان يعني في الشارع السياسي؟ دعني أقول بأن حالة اليقين الاستراتيجي التي دخلت فيها الغابون، خاصة بعد عملية التشكيك في الانتخابات سنة 2016 والتي أدت إلى اندلاع أعمال شغب كبيرة تم احتواؤها بصعوبة كبيرة، كما قلنا أدت إلى إحراق البرلمان الغابوني، ثم كذلك وجود معارضة قوية، معارضة يعني أصبحت اليوم يعني لها كلمة في الشارع، يعني وكانت هناك كذلك بوادر انفجار وتوتر كبير على مستوى مؤسسات السياسية والأحزاب، وكذلك علاقة الدولة بالأحزاب السياسية خاصة المعارضة. وبالتالي أعتقد بأن كذلك حتى الحالة الصحية للرئيس علي بونغو لعبت دور كبير، لأنه دون أن ننسى بأنه مدة يعني سنة 2018 يعني أصيب بإصابة بالغة AVC أدت إلى شلل نصفي، ولولا الألطاف الإلهية لكانت الأمور يعني خرجت عن السيطرة على المستوى الصحي للسيد الرئيس علي بونغو، وبالتالي كانت لها تداعيات كبيرة، خلقت نوع من الارتياب والشك لدى المؤسسات الدولة في قدرة الرئيس على تدبير مجموعة من الملفات ذات الأبعاد الاستراتيجية، خاصة كذلك على المستوى المنطقة، مستوى ما يسمى منطقة السيماك التي تضم إلى جانب الغابون دولة تشاد، دولة إفريقيا الوسطى، دولة الكاميرون، وكذلك دولة الكونغو برازافيل والبنين. وبالتالي اليوم هذه التطورات كذلك على مستوى دول غرب إفريقيا، ما يقع في دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء، أثر بشكل كبير، إن لم نقول رفع وأجج حماس من يرون التغيير يعني ممكن داخل القيادة. نعلم بأن علاقة الغابون مع المغرب هي علاقة جيدة، فهل تتوقع أن تتأثر هذه العلاقة بهذا الانقلاب؟ العلاقة المغربية الغابونية هي علاقة استراتيجية، المسارات والمواقف السياسية والدبلوماسية تحكمها خارطة طريق مرسومة تتجاوز الأنظمة السياسية، وبالتالي أعتقد بأن هذه العلاقة هي علاقة، لنقول بأن العلاقات المغربية الغابونية فيها تعايش أعمق مما يتصوره البعض. هناك علاقة شعب بشعب، لاحظناها في مبادرات جلالة الملك مؤخرا في إعطاء هبة ملكي حوالي 20,000 طن من الأسمدة للفلاحين الصغار في دولة الغابون. ثم كذلك هناك رسم دبلوماسي واستراتيجي في إطار عالم متعدد. هناك اتفاقيات. هناك اتفاقيات موقعة سنة 2014 وسنة 2015. ثم كذلك هناك تعاون تجاري كبير ما بين المغرب والغابون. صادرات المغرب نحو الغابون تتجاوز 77 مليون دولار حسب إحصائيات 2019. وواردة المغرب من الغابون تتجاوز 9 مليون دولار. هناك استراتيجية مرسومة من أجل خلق نوع من التفكير الاستراتيجي، من أجل خلق منتدى اقتصادي مغربي غابوني لمناقشة جميع يعني السياسات القطاعية. إذن تتوقع أنه لن تتأثر العلاقات؟ أعتقد وهذه المصالح المشتركة بين هناك البيتين. هناك هناك ما يسمى بالبرغماتية. اليوم هناك مثلا عندما نتكلم عن موقف الغابوني من مغربية الصحراء، لا ننسى بأن المغرب والغابون رسموا علاقات استراتيجية وتحالفات استراتيجية مشتركة، هي التي خلقت هذه الخارطة الاستراتيجية ما بين البلدين. اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء بمعية دول كبرى ودولة الغابون، لنقولها بصراحة، مهد لخلق انفراج سياسي ودفع بسيادة إفريقيا
يعني بأكملها. وبالتالي أعتقد بأن موقف دولة الغابون هو موقف ثابت ولن يتغير بتغيير أي. هل في هذا السياق تقرأ بلاغ وزارة الخارجية المغربية؟ اللغة التي تحدث بها هذا البلاغ أقصد. اللغة التي استعملتها بلاغ وزارة الخارجية كان بلاغاً جيد جداً متوازن، وهو متكيف حتى مع الأوضاع التي تعيشها القارة الإفريقية، خاصة منطقة غرب إفريقيا. المغرب دعا إلى استقرار دولة الغابون، ثم كذلك المغرب همه هو الوضع الذي يعيشه الشعب الغابوني، وأن المغرب يتابع وحريص على متابعة ورصد كل التطورات داخل دولة الغابون، وأن المغرب مستعد في التعاطي والتعامل يعني من أجل دولة الغابون، قادر أن تحمل مسؤوليتها على مستوى تدبير الشأن الداخلي أو على مستوى تدبير يعني أمورها فيما يجعل الشعب الغابوني يعني مرتاح لقيادته السياسية الحالية أو المستقبلية. أستاذ شرقاوي، في السنوات الأخيرة ما بين 2020 و2023 حدثت 7 انقلابات في منطقة غرب إفريقيا ووسطها. ما قراءتكم لهذه الانقلابات في هذه المدة الوجيزة؟ وهل هذه لعبة الدومينو ديال الانقلابات لازالت يعني محتمل أنها متواصلة؟ العالم يتحرك بشكل متسارع، وهناك تغيرات على مستوى النظام الدولي. ما يقع ما بين روسيا وأوكرانيا سيؤثر على العالم بأكمله، في إطار تحالفات استراتيجية، في إطار سياسة متعددة. نحن دخلنا في عالم تعدد الأقطاب. اليوم مؤخرا كان هناك اجتماع لدول البريكس. اليوم هناك نتكلم على ما يسمى بلو سود جلوبال، في إطار مواجهة لما يسمى بلو نور جلوبال. وبالتالي دول الجنوب تحتاج إلى اعتراف بسيادتها بإمكانيتها، لأن ما وقع في كورونا يعني أجج نوع من السخط تجاه الدول الغربية التي تعتبر دول قائدة للنظام الدولي، حيث أن الحدود تم إغلاقها وبقيت مجموعة من الدول الإفريقية لحالها، يعني ديو شاكان بور سوا اي ديو بور توس. وبالتالي اليوم هناك هذه التطورات، ثم كذلك بأن القارة الإفريقية لم تستطيع الخروج من مجموعة من المشاكل البنيوية بسبب كذلك علاقات يعني قديمة جديدة مرتبطة برؤية الدول الغربية للقارة الإفريقية. القارة الإفريقية تحتاج إلى تعاون يخدم مصالحها الاستراتيجية، تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية، لأن لا يمكن أن نتكلم عن الديمقراطية ونتكلم عن الانتخابات ولكن الموارد هذه الدول غير كافية لخلق عملية إجماع توافق حول سياسة معينة. وبالتالي كان هناك تطور وجود فراغات جيوسياسية كذلك. نحن ما زلنا نعيش في النسخة الثانية من اتفاقيات سيكس بيكو واتفاقيات مؤتمر برلين 1884 التي أدت إلى تقسيم القارة الإفريقية. هناك فراغات جيوسياسية، هناك قوى محدثة للفوضى دون الدولة التي أصبحت تنتشر بشكل كبير، هناك حركات انفصالية. القارة الإفريقية هناك أكثر من 17 حركة انفصالية. منطقة غرب إفريقيا ودول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء تعرف تنامي للظاهرة الإرهابية. رغم المنتظم الدولي والحركة يعني متعددة الأقطاب للدول في التعاطي مع التنظيمات الإرهابية، لم تستطيع إخماد ووقف يعني هذا النزيف داخل دول إفريقيا. وبالتالي أعتقد بأن ما يقع لا في مالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري واليوم نيجر والغابون أو حتى السودان، أعتقد أنه بركان هامد سيتطور مع الوقت ليشمل بعض الدول كذلك التي تعيش نفس المشاكل البنيوية التي تعيشها دول لاسيماك أو دول لاسيديا. وبالتالي أعتقد بأن هذه التغيرات الغير دستورية لن تتوقف في الغابون، وهناك دول مرشحة لتعرف نفس المسار الذي عرفته مالي أو بوركينا فاسو أو غينيا كوناكري أو النيجر أو حتى السودان واليوم الغابون. ذكرت انقلاب النيجر، هل تعتقد بأن الانقلاب الذي حدث في الغابون يعني خفف الضغط على الانقلابيين في النيجر؟ هو سيكون له تداعيات كبيرة على ما على 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 الحراك الدولي وعلى التشتت الدولي في وجود مقاربة، خاصة نعرف بأن هناك مقاربة فرنسية مع دول الإكواس
للتدخل العسكري، واعتقد بان ما يقع في الغابون سيكون له كذلك تداعيات كبيره. اليوم ننتظر هناك اجتماع لمجلس الامن والسلم الافريقي في اديس ابابا حول الغابون، وهناك يعني من المرجح ان يكون هناك ادانه لهذا التغيير الغير دستوري. ولكن دعني اقول ان ما يقع اليوم في الغابون سيؤثر بشكل كبير على القرار دول الاكواس، وربما سيكون هناك دول اخرى ربما قد حتى تلك الحماس الذي كان عند بعض الدول في الاتجاه العسكري او الحل العسكري، اعتقد بان سيكون الحل السلمي وحل الحوار السلمي مع من يقودون التغيير الغير الدستوري في النيجر هو الحل. وبالتالي اعتقد بان رب ضارات نافعه بالنسبه من هم الان في النيجر، لان سيكونون امام مجموعه من المنافذ التي ستكون مفتوحه امامهم لتجاوز يعني هذه الإشكاليات المطروحة مع دول إكواس أو حتى بعض الدول الأجنبية. أستاذ شرقاوي الروداني، أستاذ جامعي خبير في الشأن الإفريقي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة.